السلام عليكم شباب. طبعا قبل لا نبدأ المقطع اليوم حبيت اشوفكم سيرفر عربي خرافي. طبعا هذا السيرفر بألعاب كلش حلوة مثل سيرفايفل جيمز، ايج وورز، سكاي وورز، كرييتيف، اف اف اي، بي في بي، وان شاء الله بعد بالمستقبل هم يضيفون العاب كلش هواي. طبعا الحلو بهذا السيرفر انه ما بي لاج نهائيا، هسه النت مالتي ضعيف وما بي لاج، احسن من السيرفرات الاجنبيه. واحد ليش يدخل سيرفر اجنبي وبي لاج؟ هذا سيرفر عربي وما بي لاج. وبي شغله ثانيه حلوه انه يشغل اللعبه اذا كانت اصليه او مكركه، اثنين هن يشتغلن عادي. فاتمنى تدخلون لهذا السيرفر، الاي بي بالديسكربشن طبعا، وخليكم مع المقطع. اوكي، السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ وياكم حسنين. اليوم جاب لكم فيديو جديد مع شباب مصطفى ومؤمن ومرتضى والكركي. يا هلا 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 طبعاً. اليوم حلقة جديدة من سيرفرنا، واليوم مصطفى ألف مبروك، ألف مبروك مصطفى. الله يبارك فيك. يستاهل والله الولد، تسلم تسلم. تعال مصطفى، تعال نديك هدية زايدة. تعال هدية، وينك جيتك؟ هل صارت بيها هدية؟ من مصطفى عندي. والله محضر لك هدية، كاتبين على بيتي مبروك. الهدية ان شاء الله، ان شاء الله مبروك بالخشب مع الكرم. بلوكا دايموند، بلوكا دايموند. وخر بعد ما كملت، وخر شوية. هاي هدية مصطفى. شكرا شكرا. اسمح صارت خمس بلوكات ذهب. والله عمي مداريك الجماعة. هات مصطفى هديتي. شكرا شكرا. شوف الهدايا. اوف 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 هلا سلام. هلا هلا شكرا شكرا. ايش كم اشتاك؟ هالي قلت لك عادي، جتني ما ادري وين، هم ناخذها لك. قال لك ترى سبع بلوكات هني لكم. الله يرزقنا. شنو هاي؟ وعلى داي طلعون من الصندوق ويخلون بالقاع، شنو السالفة؟ صندوق مال ما حلال، هاي ما حلال. يلا اوكي شكرا. اوكي يا ولد، هل يعني شو لندر تشست ما تطلع غرارة ليش؟ يعني والله هذا احتمالك غلط من الاستضافه، ما ادري والله ما ادري. اوكي شكرا لكم على الهدايا كلكم. اوكي انا عندي هديتين عليك، عندي هديه بنهايه المقطع وعندي هديه هسه. هاي لك هديتين. انا وين هديتي؟ شباب شباب ناموا ناموا شباب ناموا 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 ناموا. يلا وين النام؟ يلا نام بيت بيتر. هو سرير واحد، وين جاي؟ بيت مصطفى. تعال تعال خليك فوق. انا من بيتي، بالبيت مالتي. انا مرتضى. يلا تعال شرباي واحده، شرباي واحده. هلا حسن الكركي، الكركي تعال. يلا شرباي واحده. نايم نايم. نايم. يلا صباح الخير. بقى ثاني بقى ثاني. هذا من بيتي حسنين. حرامي حرامي على بيتي جديد. والله ترعد. يوم عاصف. زد 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 زد. مرتضى لا مرتضى. تغطوا زين. يلا يلا طلعوا برا. طلعت من بيت الثلجيون. طلعوا برا يلا كلكم برا. طبعا نسينا نقول بالبداية انه سوينا فد بناية اللي قلنا لكم عليها. عرفتوها بالعنوان مال الفيديو طبعا. بس مو هسه اشوفكم يا خلنا نشوفكم التغييرات على المنطقه. يب. وبيت مؤمن ما قلنا بيت مؤمن، بيت مؤمن سحبنا عليه تدرون. اي والله صدق. اي والله صدق. البيت الحديث الجميل مال مؤمن المفروق 2000 وهسه 2000 وهسه 2000 وهسه
لا انا دبل فاليوم دبل فاليوم واو مدرع والله حلو مو شباب اخذ من اليوتيوب ما حد يقول يعني رافته عجبني لقيته باليوتيوب واخذته اي لقيته باليوتيوب شايفه لا يا حرام يا يا ولد تقلد مو ما تقلد ما اتفقنا يشرد ذبحوه لا 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 اشوف بيت من الثلج لا حلو هو مو 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 نفسه بالضبط ذاك يختلف شويه بتغييرات يعني الصراحه غير حلو بس بس مو من درج معوق مثلك لو اذا كان عرب تسوي دواج معوق والله حلو لا والله عصيرك حلو ايه يراد له دجاجه نذبح دجاجه شنو طلي الله يذبح ما طلع شوف 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 بس يحتاج لك اثاث بعد بس اثاث فقط اي اي اثاث مسبح لي والله مسبح عندك مسبح لي وراك يلا للمسبح شباب انا ابي ماي ابي ماي ما ابي شنو وين الماي لا انا كسروا عبالهم متروس عندي عندي يلا خلهم يلا كاف كاف حتى انا عندي بوكت هذا يلا ترسوله نجمع له شو نسوي؟ تغير جيب بلديه مال مي هو هذا مسبحك؟ عندكم رخيص يا اخي واحد اسمه مصطفى نشفه المهم هذا المسبح يعني تعالوا لي الجمعه احد باح مصطفى خوف ما جاء احد هو مني هذا الباب ما يشتغل ليش حذفت الجمعة بين لا عدد مو سبحان الله يا بابا ما يشتغل طلع طلع ما يشتغل شنو يلا راح بتفتحوا له وقف خلنا نطلع خلنا نطلع خلنا نطلع وقف اصبر لي يلا يلا خلنا شيء حتى الباب سوا حواسي ساقم ساحم تلميح الباب يا ربي اوكي الان متوجهين احنا ها شنو هالبنايه الجديده هالبنايه الصغيره ربي يستر معتهم هاي البنايه ما ادري شنو بعدين او بالغلط ضربت ابو صابر بغلط لا 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 اسف راح يموت يا معود راح يموت ابو صابر خط احمر شباب بابا ما لا 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 راح يموت ابو صابر ها شنو هذا نهار جديد مرتضى مسوي اي نعم نعم هذا راح ننقل الموب تراب نوديه لغير مكان اقول قول سالفه النهض دا شبه بالنهض مانيت نفس النهض مانيت سبحان الله فهم ابو صابر وين افتل وين افتل عوف 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 ما يشرد ما يشرد هذا يشرد والله يشرد مو تخاف خلي البيت اي طب وبجاوب افتح له الجراج تد عليه تد عليه شوف بقى شوف شوف يلا 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 حروا على المدرسة يلا لا لا مدرسة مصطفى مدرستي الحقيقية طبعا يعني مو بالحقيقة هاي مالتي بس ها شنو شو سويت هنا انا بضبط النذر بعبات النذر سويت شفت هذني ازرار شنو سالفتهم اوبن كلوز اوه والله شيء خرافي اوتوماتيكي يا شلون؟ الكلوز طفي بالمويه حلو حلو وين يحط لنا؟ خلى طببكم بالنذر كلكم ادوسه؟ ايه اوكي هذه هي يلا نكمل طريقنا يا مين المدير؟ مدرسة سكيورتي انا معاون بالنسبة لي هذا شكلها من بعيد خلاص بعد المدرسة بعد السياج على مود يشردون الطلاب طبعا هاي مدرستي بالحقيقه بالحقيقه نفسها بالضبط نسخه من يمها حتى التفاصيل الجوة هم نفس الشيء تفضل اليوم راح اعرفكم بس شنو هاي هاي هنا لوحه اسم المدرسه فنريد منكم نريد من المتابعين بالتعليقات تكتبون لنا شو نسميها المدرسه نشوف التعليق المكرر او عليه لايكات ناخذه سمي يعني اسم تحشيشي مو يعني اسم يعني كل شيء هذا مصطفى تحنا البابا وننطلق طبعا هاي منا هذا موقف مؤمن ها موقف مؤمن
خط واحد يجي ابوي احسن يعني ربطك هنا 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 لا شوف شوف هسه مدرستي هاي منا هاي الجهه ابيض بالمدرسه هاي الجهه هنا المدير سياره المدير والمدرسين سياراتهم وهاي الجهه مال الطلاب هم سياره باسكل دراجه هنا حلو احصان يحط ربطك هاي الدجاجه جامعه لك لا لا ابو صعبه هاي اللي بيضا بالمدرسة كتكوت يلا يلا تفضل 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 لا يلا يلا تفضل طالب مال وين وقف وقف تعال 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 هاي هاي مو مدرسة هاي كلية وحال لوحات لوحات ترتيبات هاي غرفة الهيد ماستر المدير وينها؟ وخليك المدير؟ اي هاي اللابتوب مالته هاي شوية شوية تلقي لا حي هو الكرسي ماك كرسي هو واقف على واقف اي هنا ما مكمليها غرفة المدرسين مع الاسف يعني دا وقتوني دا وقتوني واحد يتبوا واحد يطلع على كيفك غرفة المعاون هاي لا المعاون يقعد على كرسي حجري هاي يلا كيكو وستيف التواضع التواضع هذا مال مواتهم المدرسين ايش عبالك لا يلا تعال تاني نكمل يا مصطفى بدايه تحب المدير انت لو لا مو تعال المدير وين تضح اي المعنى بقلب الشاعر هنا الكيمياء انا اول مره اشوف كراسي على من الميز غلس كيمياء كاتبيها بالعربي كيمياء ما اعرف اكتب كيمستري ما ادري يعني واحد وين لك انت طويل انزل يعني القعده وين على هذا اللون ابيض على اللون الرصاص هاي مدرس كيمياء على الخشب اشعلكم شوي اشعلكم مومن يلا انت طويل دنج ايش ما تعمل استاذ تعصى ليك انزل عن كرسي بالعصر تعال شوف المدرس تعال لا كتلو كتلو المدرس والله حركو لا لا طفي 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 طفى المدرس احترم المدرس مؤمن شنو هذا قال المدرس يلا طلع 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 دق الجرس اشرح استاذ اشرح ناين على بليسك استاذ يلا شوفنا غير هاي فيزياء تعال شوف الفيزياء تعال تعال نشوف غرفة الفيزياء هاي هنا الطلاب يلا فراش فراش الطلاب ينامون ويباعون على المدرس يشرح هاي الصراحة يعني فيزياء يلا خلاص راح ناموا ناموا مددوا يلا يلا يا شباب ناموا شباب شنو طلاب ناموا ولدي يلا اوكي يلا اشرح اشرح استاذ اليوم طلابنا عندنا الطاقة الكهربائية اطلع برا ما بتعمل ما بتعمل اي نعم استاذ لا 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 ما بتعمل ما بتعمل ايه هاي الرسم غرفة الرسم تفضل 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 يا الله بالله رسم وين الفنان العراقي كل هالحالات باعوا حتنيه باعوا حتنيه شلون قاعد باعوه يعني صوت زومبي دين ستار ستار ها ابني راح اشيل هاي هاي دشي هاي ابني اشيل هاي باعوا باع الكراسي يعني هاي غرفة الفنية تعال تعال ستار بالرسم شوف رسمتي شوف رسمتي استاذ اوه حلوه كانت لوحه كبيره وين راحت هاي 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 رسمي ثاني رسم البطل وين تطلع انا وين رسمتي فرشوهن فرشوهن هاي رسمتي انا اوه يا شباب مو خش رسام طلعت يب هاي الاحياء هنا صف عادي ها بنقلك اطلني معود انت بمد راح تشمل لك هاي اي هاي شباب القعده مرتبه لك سدار صفوره من الطباشير يلا كان يا مكان في قديم ايام الطباشير وين وين اكون مدرس يحكي قصه اي كذا كان يا هاي احياء عليك بالباب خطبه خطبه طبعا طبعا هاي الجهه شوف شوف هاي الجهه جهه العلمي وهاي الجهه جهه الادبي نفس مدرسه بالضبط ها مقسميهم ايش لا لا تشبالك هذا الحانوت تعالوا تعالوا تعال هذا حانوت تعال نشتري يلا خلينا نشتري خلينا نشتري اي خلينا ناكل
لا لا تفضل. دائما اعطبني الباب. بس وين باب؟ وين باب؟ انا ابيع لكم. فات فلافل، فات فلافل وشربت ممكن؟ اوكي خليني اشوف لك. ما ابي شيء صندوق، اطلع برا. يلا 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 خلينا شنو هالكيك؟ خلينا ناكل. اوكي شبعان والله. هذا صف عادي، صف اعتيادي. طب ابو جني بعد شنو؟ ها خلنا نصعد فوق، نسيت نصعد فوق. وين مصعد؟ وين الدرج؟ مصعد؟ وين مصعد؟ مدرسة بيها مصعد. مصعد بالمدرسة؟ بس مدرستك بيها مصعد؟ عقاش مدرسة بيها مصعد. طبعا نسينا نقول لكم انه صار لنا فوق الاسبوع نجمع موارد هذا السموث ساندستون ونشتغل عليه انا والشباب، تقريبا احنا سبعة ونبني، وهاي فتعبتنا كلش 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 يعني ما تصور. ايوه مصطفى موتنا. لا ابنها عدل لك، هاي مدرسة ابنها عدل غير مدرستي يا اخي. يا اخي شو تقول لك؟ شو تقول؟ هاي غرفة مغلقة ما حد يعرف شو بيها. هاي ابقى افتح الباب. هذا الملعب. لا يلا نزلوا نزلوا نزلوا، خلينا نكمل المدرسة. تيت تيت. شنو هالطلاب يجي تشيتون؟ المن خالكم درج. يلا اهرب، يلا اهرب اهرب اهرب. اوه ملعب مسوين هنا اندرمان بالملعب، خليناه يلعب فوق. اجاني اجاني لهقولي جاكم. قلت له قلت له ما حقي. اجي اجي اجي. هذه واقف لك بالباب مصطفى. لا اي كفو. مات مات. هذا ننتظر الصبح لحد ما يجي. والله تعبنا بالليل احلى استاذ. ها يلا استاذ. تعبنا بالليل احلى. طبعا هذا الملعب. لا خلينا نعطوه. لا هاي مين جاني السهم؟ اه يا جيت هنا انا مصطفى بعد، ليش ما شلتها؟ وينها؟ هذيك دختو بيها التوبيت ومؤمن. هذيك اي هذيك اي صحيح قديم بالحلقه 11 12. شرد المدرسه، شرد شرد المدرسه شرد. طبعا هذا الملعب بالحقيقه، هذا الملعب بمدرسه الحقيقيه مو هيك اخضر، بالحقيقه صب وسمنت بحيث اليوم قاعد يتفلش. اي والله بس انا سر روح هنا انطهر واخا بكل مكان. ليش هاي غرفة مصطفى؟ وينها هاي؟ التواليتات، تعال شوف التواليتات. انا غرفة شنو؟ عشان طايفة. انت بالوسيم صدق. اي بتشي خرافي. يلا لا حد يباوع، لا حد يباوع. شوف كلهم طبوا. لا حد يباوع. طبعا مفتوحة عادي، واحد يشوف الاخ. حتى حد اسمعك صدق شنو؟ يلا يلا. انا اعتبر انه جاهز. بس الشهر بعد المجال سديتها المجال المجال سدوها عادي المجال المجال المجال. لا تشل لا تشل لا تشل لا تشل. اي طلع 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 طلع. كافي مهم مهم. هاي الغرفة، هاي الغرفة المجهولة، ما حد ولا طالب يعرف شنو هاي الغرفة شبيها مثل هاي شكلها بالضبط. يعني حتى بالحقيقة شوف كسروها. اي والله ما نعرف، هاي الجامعة مظللة وهاي الشيء ما ادري ما اعرف شو. شباب هاشتاج هاشتاج مدرسة مصطفى مسكون قفلتوا اشريي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 
علقت بالجو شباب، علقت بالجو. مشكلتك وين؟ دفرو دفرو. وين؟ طلع طلع طلع. بالسكريت انا قاعد صد. جو يا وجاب. لا. اوكي شباب، هذه هي مدرستي يعني. والله تعبنا عليها صراحة، والله العظيم تعبنا. هاي البلوك ما يعرف شلون يصنعها، اربع رمل تخليها بالكرافتنج تيبل ويطلع لك. خلنا نشوفكم شلون يعني. اصعد. اي نعم. هذا رمل. والله سرع هذا الشغل. افليت افليت افليت. هذا رمل. هاي لا هاي ما تفتح شباب. طلعت لنا هاي البلوك يا ساند سكيب. كليبر 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 وراكم كليبر. لا كليبر الله اكبر. هاي ساند سكيب. فجاك كليبر. اوكي شباب، ونهاية وصلنا لنهاية المقطع. لا تنسوا اللايك والاشتراك، عبر عن رأيك واشترك بالقناة، قناة الشباب راح تلاقيها بالوصف. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. اف